لكم مع اول وصفه، ومع فيفيان هتقول لنا على شويه اكلات كده صيامي حلوه. ونعمل بقى، هنعمل دلوقتي ايه فيفيان؟ تغيير. عايزين تغيير. ومن مكون واحد انت هتعملي لي؟ هنعمل ثلاث اصناف. ثلاث اصناف، يعني بصوا اهو عشان تعرفوا ان احنا من يعني ظبطينا بقى ان شاء الله. يلا قولي لي هتعملي ايه. هنعمل اول حاجه شوربه المشروم، حاجه سريعه كده هنحتاج فيها المشروم طبعا اساسي. تمام. هنحمره، نشوحه بسيط. تمام. تعالي نحطه بقى هنا. السكينه بس فين كده؟ عايزه ايه قولي لي؟ اوكي بس. يلا. يا دوب هنشوح المشروم بسرعه. تمام. استني ساعد ما يجيب سكينه ونقطع نص معاكي. تمام. Thank you.